مرحبا، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون يوم الأربعاء 16 حزيران يونيو؟ يوم القمر موجود ببرج العذراء الترابي، هيدا شيء كتير منيح للأبراج الترابية، مواليد برج العذراء، مواليد برج الجدي ومواليد برج الثور. لكن يمكن يكون هالقمر الموجود ببرج العذراء وبمربع مع الشمس يترك تأثيرات شوي صعبة على مواليد برج الحوت ومواليد برج القوس. كيف بده يكون نهارنا؟ البداية مع برج الحمل، مواليد برج الحمل، الجو اليوم بالنسبة لكم شغل وركض وما بتهدوا، من شغله لشغله، ركض، اهتمامات، انشغالات، مسؤوليات، عينكم دائما 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 على الساعه، ناطرين انه حدا يدق او انتم عندكم موعد معين عم تجربوا انكم تخلصوا على الوقت. احسن شيء بتعملوه انكم تنظموا وقتكم وتشتغلوا قبل بوقت، ما تتركوا حالكم لتصيروا باخر تكي لتخلصوا. هاي نصيحتي لكم. بالنسبة لبرج الثور، اليوم أريح من التنين، اليوم أريح من التلاتة. اليوم موالي برج الثور قادرين أنه يهتموا بحالهم وقادرين أنه يعطوا نوعية عمل ونوعية أداء حلوة. فمواليد برج الثور اليوم أجواءكم جيدة، مريحة، منا متعبة ومنا ضدكم، بالعكس كل شيء عم يشتغل لمصلحتكم. القمر بيريحكم اليوم، مش هو القمر يعني، لكن التأثيرات نوعية الوقت مؤاتية، مناسبة وجيدة بالنسبة لكم. حتى مواليد 3 و4 أيار مايو بيقدروا يرتاحوا اليوم ويستفيدوا اليوم. بالنسبة لبرج الجوزاء هنالك بعض الخواطر يلي بتخطر ببالكم، يلي معقول تسبب لكم شوية تعب أو شوية علامات استفهام، بتخلي مواليد برج الجوزاء يفكروا أنه يحتاروا، يضيعوا، يقولوا ايه، لا، بعمل، ما بعمل، يعني في بعض الاشياء يلي بتشكل علامات استفهام. مواليد برج الجوزاء كل شيء بطلب منكم لحتى نهاركم ضلوا ماشي بسلاسه انكم تركزوا شوي، تركزوا شوي وساعتها بتاخذوا القرار. ما تتسرعوا لانه في احتمال انه يكون في عندكم اليوم بعض التقلبات المزاجية، هي بتخليكم تتوتروا نتفي أو تطلعوا شوي من الكمفورت زون اللي عندكم إياها. بعده عنا كليا خاصة 1 و2 حزيران يونيو. بتقل لبرج السرطان في سرعة اليوم، في تسارع ببعض الأحداث، في تقدم ببعض الأحداث الأمور، وفي احتمال أنه يكون في عندكم مواليد برج السرطان اليوم حدث أو اتصال أو خطوة مهمة بالنسبة لكم. الأجواء جيدة، الأجواء بتسمح لمواليد برج السرطان أنه اليوم يكونوا متفاهمين مع حالهم، متصالحين مع حالهم، وعندهم قدرة أنهم يكونوا جريئين في التقدم وفي أخذ بعض الخطوات. إذن الأجواء اليوم بعتبرها عند مواليد برج السرطان إيجابية وبعتبرها مناسبة لحتى تكونوا أنتوا عم تحتفلوا بمسألة معينة. مواليد برج السرطان اكتبوا، احكوا، خلصوا شغلكم، اليوم نهار فعال جدا، أفكاركم كتير سريعة وممتازة. الأكثر حظا 7 و8 تموز يوليو. بالنسبة لبرج الأسد هنالك تقدم سريع عندكم، موالي برج الأسد ما بينقصكم شيء، ما بينقصكم لا العزيمة ولا الرؤية الجيدة ولا حتى تراجع في بعض الأمور، بالعكس مواليد برج الأسد بعتبركم اليوم من الأقوياء والأشداء واللي قادرين أنه يثبتوا وجودهم وحضورهم. مواليد برج الأسد الجو اليوم عندكم فعال جدا، ومن المستحسن أو من المحبذ أنكم تكونوا واضحين بشغلكم وعملكم وما تخافوا من شيء، لكن إذا كنتوا من مواليد 24 ل26 تموز يوليو إيه كونوا حذرين، بعدوا عن السرعة والتهور والمجازفة كليا. بالنسبة لبرج العذراء، مواليد برج العذراء ومع وجود القمر ببرجكم، مواليد برج العذراء قادرين انه مواليد برج العذراء يكونوا واعيين على حالهم، واعيين على شغلهم، واعيين على مكانتهم، واعيين على موقعهم. مواليد برج العذراء بعتبر الامور عندكم اليوم واضحة جدا وتماما. احتمال تسمعوا جواب مهم، يكون عندكم موعد مهم، تتم عندكم الأمور يلي انتم ناطرينها واللي عم تحلموا فيها بين اليوم وبكرة، بين الأربعاء والخميس. إذن الجو اليوم بيسمح لمواليد برج العذراء يفرحوا بحدث وبانتقال من مرحلة إلى أخرى، مفروض تكون جيدة ومهمة جدا. الأكثر حظا مواليد آب أغسطس بشكل خاص 25 و26. بالنسبة لبرج الميزان بتهدى الأمور شوي عند مواليد برج الميزان، الأمور منا مثل ما أنتم فاكرين أنه ماشي وراكدة وتتسارع فيها الأمور، لا، مواليد برج الميزان هنالك شوية هدوء وهنالك شوية ترقب لبعض الأمور، ومن المستحسن مواليد برج الميزان أنكم تكونوا اليوم مصحصحين، واعيين على كل شيء عم بيقول، كل شيء عم بيصير من حولكم، تدققوا بالأمور اللي من حولكم، تشتغلوا على الأمور اللي بدكم إياها، تابعوها وما تصدقوا شو ما كان، بالعكس انتبهوا أغراضكم ما يضيعوا، انتبهوا حجوزاتكم وانتبهوا من بعض البلبلة.
حاولوا انكم تتواصلوا او تكونوا مع اشخاص نوعية وقتهم اليوم حلوة. 6-7 اكتوبر بعد او فرح الظن. بالنسبة لبشر العقرب هنالك ارتياح، الجو اليوم اريح من الثانيين والثالثة. مواليد بشر العقرب بعتبر هذا اليوم مفيد لكم، بيساعدكم، بيترك انطباعات حلوة عنكم، بيقدم لكم الكثير من المفاجآت الحلوة الجيدة المناسبة الملائمة لكم، ويلي بتساعدكم انكم تكونوا ناجحين في هذا الأسبوع. بين اليوم الأربعاء والخميس خلصوا أشغال كل هذا الأسبوع، هيدي نصيحتي. 25-26 أكتوبر، 7-8-9 نوفمبر الأكثر حظاً. بنتقل لبش القوس، نهار متعب لمواليد بش القوس وحكيت عنه بالأبراج الأسبوعية. مواليد برج القوس اصلا هو من الايام اللي حطتهم الاقل حظا في هذا الشهر، موجود بالابراج الشهريه. مواليد برج القوس نهار متعب متطلب جدا، من اهم الايام ويمكن يكون من اصعب الايام. ضروري مواليد برج القوس يكونوا حاضرين ناظرين محضرين شغلهم. يلي بيروح على شغله او عمله او عنهاره ما فرقانه معه او مستهتر او ضايع منه مركز، تصور معقولة يمكن يغلط شي غلطة ويندم عليها، أو يمكن يمرق نهاره وما يحس بشي، طبعا هيدا موجود، لكن اللي عنده أشياء مهمة لازم يكون مصحصح منيح. كونوا حذرين، بعدوا عن المشاكل كليا. بالنسبة لبرج الجدي هنالك ارتياح، مواليد برج الجدي هنالك تعاطف معكم، هنالك أجواء حلوة بتساعدكم. مواليد برج الجدي من الأشخاص اللي بيرتاحوا اليوم، اللي بيحسوا حالهم إنه قادرين إنه يتفهموا الأمور ويقدروا يعطوا مثل ما لازم، ويلي بيقدروا يقدموا يلي لازم. هنالك تواصل ممتاز مع الأشخاص اللي حابين تتواصلوا معه، سواء بتعرفوها أو ما بتعرفوها، هنالك ارتياح تام معكم. مواليد برج الجدي نسبة النجاح عندكم اليوم عالية، كلكم محظوظين اليوم بشكل خاص. 4-5-6 كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الدلو، مواليد برج الدلو تعبتوا الثانيين والثالثة، كان في عليكم ضغط، اليوم انهار أفضل، اليوم انهار أريح، واليوم انهار بيعطيكم عقد نيتكم كما نحن بنقول. فصححوا الخطأ، الخطأ لازم يتصلح، ما في لزوم لحتى يكون في تعب، ما في لزوم لحتى يكون في مشكل، ما في لزوم لحتى تتأزم الأمور أو يصير في كرة ثلج عم تكبر. بالعكس مواليد برج الدلو حاولوا أنكم تاخذوا الأمور من منحة إيجابي لحتى الأمور يمشي حالها، ما تعقدوها من عدا شيء معقدة، بالعكس اسمعوا يمكن الطرف الآخر فكرته منيحة وليش لا، إذا هيدي بتيسر الأمور ليش لا، خاصة عن 2-3 شباط فبراير كونوا حذرين. منروح لبرج الحوت، مواليد برج الحوت نهار صعب بالنسبة لكم، من الأيام الصعبة المعقدة يلي فيها بعض الضغوط، يلي فيها يمكن تعب، يلي فيها انزعاج، يلي فيها استياء. مواليد برج الحوت اليوم يمكن تحزنوا بسرعة أو عندكم حنين، أو يمكن يزعلوكم، يمكن يصير في خلاف، بدكم تنتبهوا. أي خلاف اليوم يمكن أول شيء مش مناسب لكم لأنه نوعية الوقت مش معكم، يمكن مع الشخص الثاني أو الطرف الثاني. أو لكم شوي يعني، أو قلكم تحملوا شوي وكبروا عقلكم. بضل 21-22 شباط فبراير الأكثر حظا. بختم مع مولود اليوم، بقول له لمولود اليوم إنه بانتظاره سنة، يمكن هيدي السنة تحمل تغيير في مكان العمل، في مكان الإقامة، في مكان البلد اللي أنتم عايشين فيه. هيدي السنة بتحمل أحداث مهمة على صعيد شخصي، هنالك مفاجآت حلوة تحصلوا عليها مهنيا، منا من السنين الصعبة، لكن ضروري تتابعوا شغلكم وحياتكم الشخصية بطريقة كتير دقيقة. بالرغم من هالشي هنالك أحداث كتير حلوة وكتير مهمة بتدق بابكم. حزيران يونيو أكتوبر شباط فبراير وحزيران 2022 من أهم الأشهر. بدي أتمنى لكم يوم سعيد، إلى اللقاء، باي باي.